نتنياهو ووزراء الجناح الأكثر تطرفا في حكومته يدفعون باتجاه أن تفرض إسرائيل حكما عسكريا على قطاع غزة، فيما يرى قادة الجيش ويؤيدهم بذلك أيضا وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيرين جادي أيزنكوت وبيني جانس، بالقول بأن فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستكون تكلفته كثيرة على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الجيش الإسرائيلي الذي سوف يتكبد خسائر فادحة، سيكون هذا أيضا على حساب جبهات قتالية أخرى. صحيفة دعوت أحرنوت نشرت قبل قليل تقريرا مفصلا حول هذه الناحية، وهو مبني على تقديرات وتقييمات أعدتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتحديدا الجيش الإسرائيلي. ومفاد هذا التقرير يقول بأنه فيما إذا قررت إسرائيل فرض الحكم العسكري على قطاع غزة فإنها سوف تحتاج إلى 5 فرق عسكرية لإدارة شؤون القطاع عسكريا، 4 فرق سوف تتولى الأمور العسكرية واللوجستية، وسيحتاج الجيش إلى 5 فرق دفاعية يبدو أنها ستنتشر في منطقة غلاف غزة. يقول هذا التقرير بأن التقديرات الأولية للتكلفة المالية التي سوف تتكبدها إسرائيل سنويا فقط في إطار إدارة الحكم العسكري سوف تصل إلى 6 مليارات دولار سنويا، هذا بالإضافة إلى أن هذا سيفرض عليها أعباء اقتصادية أخرى، لأن إسرائيل هي التي سوف تتولى في هذه الحالة إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة. التقرير يشير إلى المخاطر التي سوف تحيق بالجيش الإسرائيلي فيما إذا فرض الحكم العسكري على قطاع غزة، حيث يقول هذا التقرير بأن الزج ب5 فرق عسكرية في قطاع غزة هذا يعني بأن الأعباء سوف تزيد على جيش الاحتياط، بمعنى أيام خدمة أكثر في السنة وربما زيادة السنوات التي يخدم فيها الجنود الإسرائيليون في صفوف الاحتياط، وأن هذا سوف يؤدي أيضا أو يدفع الجيش إلى سحب قوات في الضفة الغربية المحتلة وعلى جبهات القتال تحديدا في المناطق الشمالية على ما يحمله هذا من خطورة على استعدادات الجيش في جبهات مختلفة. بمعنى هذا التقرير جاء ليستعرض حجم المشكلة التي سوف يخلقها فرض الحكم العسكري على قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل عسكريا، كما أنه يشير إلى أن هذه المبالغ الطائلة التي سوف يصرفها الجيش الإسرائيلي في إدارة الحكم العسكري سوف تكون غير مسبوقة على حجم الموازنة العامة في إسرائيل، بمعنى أن هذا سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الإسرائيلي، سوف يفرض مزيدا من الأعباء الاقتصادية والضرائب على الإسرائيليين من أجل تمويل هذه التكلفة الباهظة لإدارة الحكم العسكري في إسرائيل. لذلك رأينا بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يحتج ويعارض هذه المسألة جملة وتفصيلا، ورأينا كيف خرج في المؤتمر الصحفي قبل أيام عدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهمه بشكل واضح وصريح بأنه لا يريد أن يبحث مسألة ما بعد الحرب ومن هي الجهة التي سوف تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، حيث قال بنيامين نتنياهو أنه لا يريد لا سلطة حمستان ولا سلطة فتحستان، بمعنى أنه يرفض أيضا عودة السلطة الفلسطينية لتولي شؤون الإدارة المدنية في القطاع. ورأينا بالأمس الهجوم أيضا الذي شنه زعيم المعارضة يائير لبيد على بنيامين نتنياهو، حيث قال بأن بنيامين نتنياهو يعرف ويعلم علم اليقين بأن السلطة الفلسطينية هي وحدها القادرة على العودة إلى قطاع غزة وتولي زمام الإدارة المدنية، لكن بنيامين نتنياهو لا يفعل ذلك خوفا من بتسلئيل سموتريتش وزير ماليته ومن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي. وقال يائير لبيد في حديث ليلي مع القناة 12 الإسرائيلية بأنه حان الوقت أولا لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحديث عن استبدال السلطة واستبدال سلطة حماس في قطاع غزة.